مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من مؤشر النيل. النهاردة الحد 7 ديسمبر 2014 بدأنا العد التنازلي للسنة، أوفت الحكومة المصرية وعدت بصرف مستحقات أو عائد شهادات قناة السويس وبداية صرفها النهاردة. هنشوف مردود ده على البورصة المصرية، مردوده على الاقتصاد المصري بوجه عام، وهنستعرض ده. لكن بعد استعرضنا لأداء مؤشرات البورصة المصرية النهاردة اللي ارتفعت بشكل جماعي في ختام التعاملات، وصعد المؤشر الرئيسي المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.79% وسجل 9533.74 نقطة. ارتفع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنحو 0.29% ووصل إلى 636.83 نقطة. الارتفاعات امتدت ايضا لمؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا ليضيف حوالي 34% لقيمته، حيث بلغ مستوى 1157.51 نقطة. امتدت الارتفاعات ايضا لمؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان اللي حقق مكاسب بنسبه 1.2% مسجلا 11.58.39 نقطة. نتحول لقائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث تصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك قطعة السوق بنسبة 26.9%، تلا قطاع العقارات بنسبة 19.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 18.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 6.51%. فئات المتعاملين داخل السوق هنلاقي فيها انه المستثمرون المصريون اتجهوا نحو البيع واستحوذوا على نسبة 92.8%، بينما اتجه المستثمرون الاجانب نحو الشراء وحصلوا على 3.65%، كما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء ايضا واستحوذوا على 4.27%. ياتي هذا فيما مال الافراد نحو البيع وحصلوا على نسبة 35.6% من التعاملات، بينما اتجهت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على 64.93%. هذا وقد حقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مكاسب قدرها 2.1 مليار جنيه ليصل إلى 534.5 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه. طبعا هنتعرض للتحليل والتعقيب على مؤشرات البورصة اليوم وأداء السوق المصري بشكل عام مع ضيفنا في الاستوديو اللي بيشرفنا النهارده أستاذ وائل عنبة خبير أسواق المال. مساء الخير أستاذ وائل. مساء النور، أهلا بك. بنرحب بحضرتك معنا، لكن اسمح لنا نشوف التقرير ونبدأ مع بعض تحليل التعقيد. نتابع. كاس اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الأحد مستهل تعاملات الأسبوع. السوق لقت دعما من مشتريات المستثمرين الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.2 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه. مؤشر البورصة الرئيسي إيجيكس 30 قفز بنسبة 79% ليسجل أعلى مستوياته في شهر، كما زاد مؤشر إيجيكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 29%. وامتدت المكاسب القوية إلى مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا ليربح قرابة 34% من قيمته. وسطاء بالبورصة أكدوا أن السوق تشهد حالة من التفاؤل النسبي في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية بعد تقرير صندوق النقد الدولي الذي أثنى على أداء الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات، ما انعكس على سلوك المستثمرين الأجانب الذين تحولوا للشراء بقوة على الأسهم المصرية. ويرى وسطاء أن هناك من كان يشكك في قدرة الحكومة على دفع فوائد شهادات قناة السويس، ومع بدء الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الاثنين تجاه من اكتتبوا في تلك الشهادات زاد التفاؤل بالخطى الإيجابية التي تسير عليها الحكومة. عدنا إليكم مشاهدينا وبعد ما تابعنا التقرير. أستاذ وائل عنبة خبير أسواق المال، مرحبا بحضرتك مرة تانية. مرحبا بك يا رسول. ثالث جلسة على التوالي ارتفاعات لمؤشرات البورصة المصرية، واليوم كمان إغلاق على ارتفاعات. تعليق وتحليل حضرتك لموجة الارتفاعات، وهل من المتوقع الاستمرار فيها ربما لنهاية الأسبوع أو لنهاية السنة المالية إن شاء الله؟
بالفعل احنا كان في اتجاه عرضي بقالنا تقريبا 3 اسابيع ما بين منطقه 9100 نقطه الى منطقه 9300 نقطه. حسم هذا الاتجاه العرضي صعودا شراء المؤسسات المصريه اللي كانت بتبيع في السوق بقالها تقريبا فتره طويله جدا. اول فتره متتاليه تتحول الى شراء مستمر بدا من جلسه الاربع اللي فات، اربع خميس حد، وده على فكره انا بقول هو ده بيبقى دايما سيناريو نهايه السنه دايما في السنوات اللي فاتت برضو. بتخش المؤسسات في بدايه الشهر الاخير من السنه مشتريه مع رفع للسوق، وبيحصل فعلا السوق بيستجيب. في النصف الثاني من الشهر بتبدا في عمليات تحويل الارباح الدفتريه الى ارباح نقديه عن طريق البيع. لذلك انا سيناريو شهر 12 اللي احنا فيه انا شايف النصف الاول من الشهر هيبقى صعود لغايه يوم 15 او 20 ويبدا في النصف تتوقع انه هيبقى في هبوط تاني علشان طبعا مراكز الماليه والمحافظ ونهايه السنه الماليه تمام تقفيل وتحويلها الى ارباح نقديه، ولكن مش هنهبط من المنطقه دي، احنا لسه لينا مستهدفات صعوديه هنوصل لها وعندها تبدا عمليات البيع للمؤسسات المصريه. بعد كده المؤسسات في بداية السنة دائما بتخش تكون مراكز جديدة. لذلك أنا هكمل بقى توقعاتي إن إحنا هنشوف في يناير وفبراير اللي جاي صعود قوي جدا للمؤشرات، قد نحقق أرقام جديدة خالص على مستوى الثلاث مؤشرات وعلى مستوى أسعار الأسهم. طيب لو اتكلمنا بشكل عام، كان في ناس كتيرة جدا بتشكك في يعني مدى ربما انه استطاعت الحكومة ان هي تفي بالتزاماتها، وخصوصا في صرف عوائد استثمار شهادات استثمار قناة السويس. بدأ بالفعل النهاردة الحمد لله صرف هذه العوائد. الى اي مدى ممكن الخطة دي ان هي تدعم السوق، يعني سوق الصرف وطبعا السوق بشكل عام؟ بالضبط. بالفعل هو البنك المركزي المصري حول حوالي 1.9 مليار جنيه إلى البنوك لصرف الدفعة الأولى من الفوائد المستحقة على شهادات استثمار قناة السويس. أنا عايز أقول أن الرسالة اللي صدرت من الاكتتاب في الشهادات دي رسالة مستمرة ومدوية، وهي رسالة للعالم أجمع: نعم نحن نستطيع، نعم نحن نستطيع أن نمول مشروعاتنا القومية العملاقة بأموال مصرية 100%. ودي كانت الرسالة اللي صدرت عند الاكتتاب. خلال الفترة دي في بعض الناس شككت في السداد والسداد الأصل وسواد الفوائد، وده لا يمكن يحصل. عمر ما الحكومة تلتزم، وبالذات لو كان البنك المركزي موجود أو البنوك موجودة طرف في هذا الالتزام لا يمكن تخلفه. الصرف بدأ من النهاردة، هيستمر لمدة 8 أيام. الصرف بيبقى عن طريق حسابات أصحاب الشهادات اللي اتفتحت، يقدروا يصرفوها أو تفضل الفوائد موجودة في الشهادات. احنا هنقول برضو تأثيرها على الاقتصاد الكلي. احنا تأثير نفس الاكتتاب في الشهادات، حضرتك بتحولي مدخرات راكدة إلى مدخرات منتجة، لأن كان الاكتتاب بحوالي 60 مليار جنيه. هذه الأموال سيسدد منها على الأقل 30 مليار إلى شركات مصرية اللي بتعمل حاليا في حفر قناة السويس، معظمها شركات مصرية. فلما بتبدأ تسدد ليهم مستحقاتهم بيصرفوها إلى أجور عمال ومرتبات وخلافه، ده هيرجع يدور مرة أخرى في الاقتصاد، بنقول عليه معدل دوران. فهي هتبدأ تعمل حراك اقتصادي ان تبدأ الشركات تاخد مستحقاتها وتصرف لعمالها مرتباتهم وأجورهم، هتدور هذه المبالغ في الاقتصاد، هتعمل حراك اقتصادي كبير جدا. ده بالنسبة لأصل الشهادات. بالنسبة للفوائد اللي هي 1.9 مليار، بتوقع برضو ان هي يبقى لها دور في تحريك الاقتصاد. لذلك انا بتوقع ان نبدأ نشوف المردود من الاكتتاب والمردود من الفوائد نفسه خلال الفترة اللي جاية في يناير وفبراير ومارس القادمين. خلينا نعترف انه القطاع المصرفي في اي دولة بيكون من دواعم قوة وصلابة الاقتصاد بتاعها، وده الحقيقة متوفر في المركزي المصري، وده شهادة كل المؤسسات العالمية الحقيقة اللي أثنت عليه، وفي التقرير الأخير للآي إم إف أو يعني صندوق النقد الدولي اللي أثنى على القرارات الحكيمة والسياسة الحكيمة الرشيدة للمركزي المصري، وخصوصا بعد رد الوديعة القطرية أنه لم يتأثر الاحتياط أو لم يتأثر الاقتصاد بشكل كبير. فرد حضرتك أيضا على ذلك. هنتكلم على تقرير صندوق النقد. هو كانوا في زيارة الأسبوع الماضي لمصر، والتقرير المبدئي اللي صدر تقرير فيه نقاط قوة ونقاط ضعف هنقولهم مع بعض، لكن التقرير النهائي هيصدر في يناير القادم.
نقاط القوة هو شايف أن خلاص الاقتصاد المصري بدأ رحلة التعافي، وده العنوان الرئيسي للتقرير، أن الاقتصاد المصري بدأ رحلة التعافي. أيضا من الإيجابيات اللي هو شايفها أن الحكومة بدأت تحط إيديها على المشكلة وتعالجها. إحنا بقالنا سنوات عارفين المشكلة من سنين، ولكن ما فيش حكومة تجرأت وحطت إيديها على المشكلة وعالجتها في نفس الوقت غير الحكومة الحالية، اللي هي بدأت تعالج دعم الطاقة وبدأت تغلي أسعار البنزين والطاقة، وده كان إجراء كان الكل بيخاف منه. ويمكن اللي ساعد على أن الشارع المصري تقبل هذا الإجراء يمكن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليها دور في أن الشعب تقبل هذا الإجراء. هذا الإجراء لو اتاخد في أي عصر آخر كان هيحصل فيه اضطرابات، وشفناها في السبعينات أن كان حصل اضطرابات لما تم رفع أسعار بعض السلع. فده أنه هو شايف أن الحكومة بدأت تعالج، ولذلك هيبان تأثيره في ميزانية وموازنة 2015 بعد تخفيض الدعم اللي على الطاقة. من السلبيات اللي هو شايفها إن طبعا عجز الموازنة والاحتياطي والأرقام دي، ولكن هو بيشير لحاجة تانية اللي هو المشروعات القومية. يعني ليه المشروعات القومية قلقاهم قوي كده يعني أستاذ وائل؟ إنه مصر ما تقدرش تفي بالتزاماتها في تمويل هذه المشروعات القومية، وده ممكن يمثل خطر على الاقتصاد المصري. ليه هم متخوفين من عدم قدرتنا على تمويل المشروعات القومية؟ لأن احنا هنخش على فترة في مشروعات كتير جدا. هل تمويلنا في البداية ليها وتمويل ذاتي وشعبي ما كانش أكبر دليل ورسالة ليهم وللعالم؟ هي بقى رسالة الاكتتاب في شهادات قناة السويس كانت رسالة إيجابية جدا، ولكن هو كمان كان في جزء منها كبير قومي، إن الشريان نفسه أو قناة السويس ليها طبيعة خاصة عند المصريين. بغض النظر عن معدل الفايدة، معدل الفايدة اي نعم جذاب، ولكن ان الطبيعة الخاصة لقناة السويس كان ليها دور كبير جدا في اقبال المصريين على الاكتتاب. فهو شايف ان تخوفه من ان قدرة الحكومة على تمويل المشروعات العملاقة اللي هتتفتح كلها في وقت واحد. لذلك هنا في بقى بديل، احنا عندنا البورصة موجودة. البورصة وظيفتها الاولى هي التمويل. فنبدأ نلجأ الى البورصة بطرح هذه المشروعات العملاقة عن طريق البورصة لاكتتاب للمصريين. اعتقد انه هيلاقي نفس رد الفعل ونفس الاقبال اللي حصل في اكتتاب شهادات استثمار قناة السويس هنلاقيه في اي مشروع عملاق اخر في الفترة اللي جاية. طب ايه اللي بيعطلني يا استاذ وائل؟ احنا دايما بنطلب ان ويعني رئيس البورصة نفسه يعني بيقود هذه الحملة ان البورصة تقوم بدورها الرئيسي وهو التمويل وليست المضاربة. ايه اللي بيعطلنا ان احنا نطرح مشروعات اكبر للاكتتاب في البورصة؟ هو احنا كان عندنا امل كبير ان مشروع قناة السويس نفسه يطرح في البورصة، ولكن لبعض الابعاد الأمنية كان عبارة عن شهادات استثمار، ولكن نفس مشروع التنمية بقى اللي هيتم على ضفتي القناة أعتقد هيبقى في جزء كبير منه هينطرح للاكتتاب عن طريق البورصة. بتوقع أن في دراسات بتعد حاليا للمشروعات العملاقة أن هو يستخدم البورصة في التمويل وتطرح عن طريق البورصة في الفترة القادمة. والبورصة على فكرة محتاجة حاجة زي دي، لأن احنا عندنا في يمكن السنوات الأخيرة في عروض شركات استحوذت على شركات كبيرة عندنا، فخرج من السوق شركات عملاقة زي موبينيل، زي أوراسكوم لإنشاء الصناعة، زي أولمبيك جروب. الشركات دي كلها جالها عروض شراء. البنك الأهلي سوسيتي جنرال اشتراها بنك قطر الوطني. فكل الحاجات دي خرجت من السوق، فالسوق في حاجة إلى بضاعة جديدة، مشروعات عملاقة. وأنا بتوقع أنه يبقى في طرح عملاق في الربع الأول من السنة، يناير فبراير مارس. أتوقع أنه يكون في قطاع البترول، أتوقع أيضا يكون حاجة في قطاع الطاقة والكهرباء. بمناسبة الطاقة والكهرباء، احنا مش منفصلين عن العالم واللي بيحصل، يعني اللي بيحصل في دول الخليج بعد طبعا قرارات أوبيك بعدم تخفيض النسبة للتصدير والإنتاج. وصل النهارده ل يعني نسب دراماتيكيه في الانخفاض. الحقيقه كان تقريبا $68 للبرميل، وده ما حصلش من 2010 او تقريبا بالظبط. فدي كارثه بصراحه، والدول من هنا بدات تعيد النظر في ميزانيتها، منها المملكه، اولهم المملكه العربيه السعوديه. واللي احنا بنحط اكبر امل عليهم لجذب هؤلاء المستثمرين في القمه الاقتصاديه المقبله. فهل برايك هنا الحكومه لازم تعيد النظر في الخريطه الاستثماريه اللي هي هتعرضها عليهم في القمه ولا ايه؟ كويس ان حضرتك فتحت الموضوع ده عشان نشرح للمشاهد ببساطه. احنا عاملين موازنتنا هنا في مصر على سعر البترول $100 للبرميل، فكل انخفاض في صالحنا لان احنا مش مصدرين، احنا مستوردين للبترول.
فكل انخفاض هيدي الى نتيجه ايجابيه في عجز الموازنه، ان احنا لما ينخفض من 100 دولار الى 70 دولار يعني عند حضرتك وفر حوالي 30% في دعم البترول ودعم الطاقه، فده هيبقى شيء ايجابي على الموازنه المصريه. الشيء السلبي اللي الناس شايفاه ان الدول العربيه ممكن تقلل من مساعدتها لمصر. انا في دي بقول لا لسببين. السبب الاول، الصناديق السياديه اللي عند الدول العربيه كبيره وعملاقه وتكونت خلال السنوات الماضيه، فتستحمل. عندهم احتياطيات غير عاديه طبعا. الصناديق السياديه والاحتياطيات يعني لو قلنا الارقام توصل لتريليونات الدولارات، يعني اقل فوق 500 مليون دولار مليار فوق 500 مليار دولار لكل دوله على الاقل. فاذا في ارقام كبيره تقدر ان هي تبدا تتحول من الغرب الى الشرق. الاستثمارات اللي كانت في الغرب ممكن ترجع الى المنطقه مره اخرى. احنا مصر مؤهله لاستقبال استثمارات كبيره ان شاء الله. بعد مؤتمر مارس القادم اللي هيعقد في شرم الشيخ نتوقع ان شاء الله يجي استثمارات مباشره بشكل كبير تعمل فوران اقتصادي، وده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين فوران اقتصادي، عايزين نقله كبيره في وقت صغير عشان نقدر نشغل الايدي اللي هي نسبه البطاله اللي عندنا العاليه دي، محتاجه مشروعات كبيره جدا في فتره زمنيه قليله عشان نستوعب الحجم البطاله اللي موجود في الشارع. وده كان من اسباب التوترات السياسيه ان في بطاله كبيره، الشباب ما بيشتغلش فخلاص فاضي، ممكن اي حد يشتري دماغه ويخليه ينزل في مظاهره ولا بتاع. فلو بدا يبقى في مجال للعمل اعتقد هيقلل التوترات السياسيه. طيب، واحنا زي ما قلنا في العد التنازلي خلاص كاونتنج داون لنهايه السنه الماليه و 2014. طيب لو اتكلمنا كتحليل بوجه عام وسريع جدا لاتجاهات المستثمرين والمؤشرات وتوقعات حضرتك ل يعني هذه الايام الأخيرة خلاص من السنة. تمام، احنا السنة دي البورصة طلعت حوالي 35% للمؤشر الرئيسي من أول يناير لغاية دلوقتي. السنة انقسمت إلى ثلاث أجزاء، الجزء الأول الربع الأول من السنة كان ربع ملياري، تداولات مليارية، أرباح غير عادية للجميع يناير فبراير مارس. ثم بدأ بعد كده في نصف السنة يحصل هبوط بعد ما أثير موضوع فرض ضرائب على البورصة. بدأ اللي لسه ما خلصناش القانون بتاعها. دلوقتي اللائحة التنفيذية ما صدرتش وفاضل 20 يوم على نهاية السنة. ده كان الجزء الثاني، ان بدات تهبط احجام وقيم التعامل والمؤشرات. الجزء الثالث الحالي، بدات الاجانب ترجع للسوق مشتريه، ودي يمكن من يناير 2011 كان اتجاههم بيعي فقط لا غير، بداوا يعودوا الى السوق مشتريين خلال الربع اللي فات، فلذلك بدات المؤشرات تتعافى. بنتوقع التعافي الكامل للسوق حاجتين، ان يصدر اللائحه التنفيذيه لقانون الضرائب، والافضل يا ريت يتم تاجيل هذا القانون، لغايه دلوقتي مش عارفين يعدوا لائحه تنفيذيه له. والقانون في حد ذاته مش هيجيب الايرادة المتوقعه للدوله، يمكن كان رسوم بتفرض على التداولات كانت افضل. فانا بطالب الحكومه يا ريت يتم تاجيل هذا القانون لمده سنه لغايه ما يحصل التعافي الكامل للسوق، يحصل مؤتمر شرم الشيخ، ساعتها السوق هيتقبل فرض ضرائب. يعني برأي حضرتك ان احنا ناجله سنه تقريبا لبعد القمه، ده ممكن يجدي ثماره بشكل اكبر. حضرتك القانون الضريبه العقاريه بقى له مثلا سنتين لغايه دلوقتي لسه يعني القانون نفسه من سنتين وتاجل. فعادي جدا لما يبقى في ظروف طارئه ان احنا نستخدم حلول غير عاديه للظروف الغير عاديه. بالظبط. فلو تم تاجيله لن يضير الدوله في شيء، بل بالعكس هيبقى له مزايا كبيره جدا، هينشط التداولات في البورصه، هيخلي البورصه قادره على استيعاب اي طرح عملاق، يعني لو الحكومه طرحت اي طرح بمليارات الجنيهات من خلال البورصه، البورصه هتكون في حاله تسمح وفي نفس الوقت تقدر ان هي تستوعب اي اكتتاب. اتجاهنا العرضي لنهايه الاسبوع حضرتك بتتوقع استمراره واستمرار موجه الارتفاع ولا ايه؟ انا بقول ان احنا لسه معانا مساحه من الارتفاع، والنصف الثاني من الشهر هتبدا في عمليات جني الارباح، وبعدين نبدا الموجه الصاعده الطويله ان شاء الله من اول السنه في اول يناير. ان شاء الله بنتمنى كده، ان شاء الله بنتمنى ان هي تكون نهايه سنه ماليه ان شاء الله موفقه بكل الاحداث الايجابيه الاقتصاديه اللي حصلت في خلال السنه والاشادات من المؤسسات الماليه العالميه للاقتصاد المصري ان شاء الله بانطلاقه قويه ان شاء الله متوقعه. استاذ وائل عنب الخبير باسواق المال، نشكر حضرتك جدا. مشاهدينا شكرا على طيب المتابعه والى اللقاء.